فضيلة الشيخ عطية صقر، غض البصر من الأمور المستحبة في الدين الإسلامي، هل النظر إلى الصورة الشمسية للمرأة أو النظر إلى المرأة في التلفزيون يساوي النظر إلى حقيقة المرأة؟ معلوم أن الإسلام حرم النظر إلى أي جزء من جسم المرأة الأجنبية حتى الوجه والكفين إذا كان النظر بسهوة، لأن النظر بريد الزنا، والنصوص في ذلك كثيرة. أما لو كان النظر بغير شهوة فيجوز فقط إلى الوجه والكفين عند بعض العلماء، ورأى بعضهم عدم جواز النظر إليهما في كل الأحوال إلا ما هو مستثنى لعلاج ونحوه. هذا هو حكم النظر إلى الأصل. أما النظر إلى الصورة فقد مثل لها القدامى بالنظر إلى صورتها في المرآة أو في المياه، واختلفوا في قياس الصورة على الأصل وعدم قياسها بناء على تصورهم أن الرؤية تحصل من أشعة خارجة من العين أو أشعة منعكسة من المرء على العين، والثاني هو الرأي الصحيح الذي أثبته العلم. ومهما يكن من شيء فإن صورة المرأة لا يجوز النظر إليها بشهوة باتفاق الجميع، كما لا يجوز النظر إلى أي شيء يثير الفتنة، لأن حكمة التشريع موجودة في الأصل والصورة، وتشتد الحرمة إذا كان النظر إليها في الصور المتحركة، فإنها لا تقل فتنة عن النظر إلى الأصل إن لم تكن أقوى، وبخاصة في الأوضاع التي لا تليق ذوقا ولا شرعا. والله أعلم.